لكن على العموم وهذا إنما هو شنو منبر صح التعبير، إنما هو منبر عام وليس لطبقة معينة. في الحقيقة التوجيهات منقسمة إلى قسمين لو صح التعبير، في داخل الحوزة أو توجيهات حوزوية، ولا أقول لأهل الحوزة لا، وإنما لفهم الحوزة كيف ينبغي أن نفهم الحوزة، هذا من جهة. وكذلك توجيهات عامة، التوجيهات العامة في الحقيقة تنحصر بطاعة الله سبحانه وتعالى، كل واحد ينبغي أن يكون متورعا في دينه، كل إشكال في دينه متورعا في دينه، كما يقول في الحكمة أنه خف الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك. وكذلك يتمسك بولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه وحب الحسن والحسين وفاطمة الزهراء ونحو ذلك من الكلمات، وأحسن شيء هذه أمور قلبية جزا الله خيرا من يلتزم بها، لكنه أحسن شيء يمكن قبضه حسيا من سلوك أي فرد هو يلاحظه في نفسه أنه يلتزم بكل الواجبات ويرتدع عن كل المحرمات. ومن هذه الناحية لا أقل، من هذه الناحية لا أقل شنو؟ أنه لا تأخذه في الله لومة لائم، أنه شنو؟ أنه كيف أنه يدعوه شخص أو أي ضغط مهما قل أو كثر ما لم يدخل في ضغط التقية أو الضرر أو العسر والحرج الشديد، هذا باب ثاني، لكن في حدود ما هو ممكن لا يترك واجب ولا يفعل حرام إطلاقا، لا في عينه ولا في أذنه ولا في فمه ولا في مشية قدمه ولا في حركة يده، أي شيء ولا في علاقته وتصرفه مع الآخرين أو مع الدولة أو مع الله أو مع عائلته أو مع أولاده أو مع البائع أو مع المشتري أو أي شيء إلا في معروف الله سبحانه وتعالى. وهذا ليس سهلا ولكنه إنما يكون يعني المؤمن الصالح نموذجا من هذا القبيل. وإذا كان الإنسان يعني شنو وجد نفسه على غير ذلك فإنما هو معاتب، فالإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، المعاذير لا تخدعن بها الله سبحانه وتعالى، ربما أنك تخدعني بها أو تخدع صاحبك أو عائلتك ولكنه لا تستطيع أن تخدع الله سبحانه وتعالى. أصلح نفسك بكل صورة فإن النفس أمار بالسوء، أمر نفسك أولى أو أمر ربك أولى من جل جلاله. يعني هذا الذي يقول أنه جعل إلهه هواه، لا، الله إلهك وليس هواك إلهك. فمن هذه الناحية يلتزم بطاعة الله تكفى إن شاء الله، لست تريد أن تكون من الناجين في الدنيا وفي الآخرة، هذا يكفي بأنه تسير مثل هذا الطريق اللطيف الذي سار عليه أصحاب المعصومين سلام الله عليه، ولا أقول المعصومين وإن كانوا أولى من غيرهم، لكنه تقول أنه معصومين نحن لا نستطيع أن نكون مثلهم، هذا غير الرأس، ولكنه أصحابهم ليسوا كذلك، هل سلمان الفارسي وأبو ذر وعمار وزرارة وفلان وفلان معصومون؟ ليسوا معصومين، مع ذلك كانوا مقربين من المعصومين ويعني شنو من خاصة المعصومين. فمن هذه الناحية ما أرطب أن نكون من أمثاله، الطريق مفتوح وليس طريقا باطنيا حتى يكون صعبا، وإنما هو طريق الحياة التي يعني فرق شنو؟ فرق أنه تلاحظ الله في القليلة والكثيرة وفي النظرة والنبس والكلمة والسماع وأي شيء، أي شيء في علاقاتك بل في نفسك أو في عقلك أو في أصدقائك أو في عائلتك أو أي شيء آخر، ليس أكثر من ذلك، كل إشكال.